اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات النهارده. نبتدي بالدوري الانجليزي، ويست بروميتش البيون مع نيوكاسل، دي مباراه اتلعبت الساعه 2 الظهر وانتهت بالتعادل السلبي بين الفرقتين. متعادل ما يخدمش اي فريق فيهم في الحقيقه في اطار المنافسه ما بينهم في الهروب من قاع بطوله الدوري او قاع جدول الدوري الانجليزي. اما المباراه اللي بتلعب في هذه اللحظات وهي مباراه ليفربول وفولهام في الانفيلد، ملعب ليفربول، المباراه ابتدت الساعه 4 وليفربول متاخر بهدف في الدقائق الاخيره من احداث الشوط الاول، والشوط الثاني على وشك البدايه في هذه اللحظات، 1-0 لفولهام. وليفربول في الحقيقه بيمر باسوأ الفترات بالتحديد كمان فيما يتعلق بعدد الهزائم المتتاليه على ملعبه الانفيلد. اول مره تحصل ان هم يبقوا 5 هزائم متتاليه على الانفيلد. الانفيلد ده كان نقطه قوه بالنسبه لفريق ليفربول، ربما توصل كمان للهزيمه رقم 6. في كل الاحوال احنا بنتمنى كل التوفيق ليفربول عشان خاطر نجمنا المصري المميز جدا محمد صلاح وهو هداف الدوري الانجليزي. اما مباراه القمه وديربي واهم مباريات الجوله ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب مانشستر سيتي استاد الاتحاد في تمام الساعه 6:30 مساء، مباراه قويه جدا ومهمه جدا. اما اخر مباراه النهارده في الدوري الانجليزي هتكون ما بين توتنهام وكريستال بالاس، دي الساعه 9:15 مساء. تعالوا نروح بقى ايه للدوري الاسباني. الدوري الاسباني النهارده في عدد من المباريات، ويسكا مع سيلتا فيجو، دي مباراه كانت الساعه 3 انتهت بفوز سيلتا فيجو بنتيجه 4-3، مباراه كانت قويه جدا. اتلتيكو مدريد مع ريال مدريد، قمه الجوله طبعا والديربي الكبير والمعروف، الساعه 5:15، ومباراه قويه جدا ما بين الفريقين. ريال مدريد بيحاول يخش سباق المنافسه، اتلتيكو مدريد بيحاول ايضا ان هو يستمر في نتائجه، ممكن مؤخرا مش ايجابيه بالشكل الكبير لكن منافسه قويه فعلا ما بين الفرقتين على مدار التاريخ. في كل الاحوال ريال سوسيداد مع ليفانتي الساعه 7:30، واتلتيك بلباو مع غرناطه الساعه 10 بالليل، ده فيما يتعلق بالدوري الاسباني. اما الدوري الايطالي ففي ايضا عدد من المباريات، ابتدت بروما مع جنوا، دي مباراه لعبت الساعه 1:30 وروما فاز بنتيجه 1-0. الساعه 4 في 3 مباريات والشوط الاول خلص في الثلاث مباريات. اول مباراه ما بين هيلاس فيرونا وميلان 1-0 لميلان، فيورنتينا مع بارما 2-1 لبارما، وكروتوني مع تورينو تعادل ايجابي 1-1. الساعه 7 سامبدوريا مع كالياري، والساعه 10:45 نابولي مع بولونيا، دي اهم المباريات في الدوري الايطالي واهم المباريات في مختلف الدوريات حول العالم. لكن حديث اكثر اهميه هيكون معانا بالتحديد فيما يتعلق بتفاصيل كتير بخصوص مباراه الامس والتعادل المفاجئ في الحقيقه امام فريق فيتا كلوب وسوء الحظ وعدم التوفيق اللي كان لازم لاعبي النادي الاهلي. عندنا كلام كتير جدا بخصوص هذه المباراه.